سلسله الهجمات المتتاليه من جانب اولمبيك خريبكا في دقائق هذا الشوط الاول. خمس دقائق على نهايه الشوط المباراه الاول في مركب محمد الخامس الوداد لاهداف اولمبيك خريبكا. هدف بالنيران الصديقه هي كانت محتاجه يعني هكذا يقول المصري هي كانت محتاجة حتى يسجل حمزة سرير في شباك مرمى في شباك حارسه رضا تكناوتي. خمس دقائق لنرى على من تقع هذه الكرة. أيمن الحسوني يبحث عن الحل. حسوني كرة عرضية خطيرة أو ضربة الظهر والتسديد. جول يسارية لا ترحم. يسارية في الشباك جاءت بالتعادل. يسارية لا ترد ولا تصد. كرة في الشباك في المرمى جبها يا أمين رزين. لا 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 مسيرة ناجحة من الأهداف لهجوم الوداد في مرمى خريبكا. بدر بالظهر ضربت ووصلت للحداد. الحداد صلحها في المرمى بامتياز اللي هو اسماعيل ولا غيره. كرة لفت ودارت يسارية ماكرة لا ترحم. الحسوني اللي نفذ ضربة نتوقع كتف. نعم الحداد مخالفة لرفاق أيمن الحسوني. المخالفة جاء الهدف. مرت كرة بالرأس متابعة خطيرة. جول إبراهيم نجم الدين يقلب الطاولة على رأس أولمبيك خريبكا على رأس الفوسفاتيين ويضعها نجم الدين. هدف ثاني في هذا الشوط الثاني لكل وداد وودادية لكل الوداديين. نجم الدين للوداديين في هذا الشوط الثاني براسية في مرمى الفوسفاتيين. مرت كرة بالراس تحضرت. ما فيش وضعية تسلل اطلاقا. واحد واحد ابراهيم واحد نجم الدين ليصل الى مرمى امين الرزين. لم يعد امينا ولم يعد رزينا ولم يعد خريبكا مثل ما بدا شوط المباراة الاول. تمشي كرة مرة أخرى ودادية على اليسار لإسماعيل حداد يطلب الكرة كازادي وإسماعيل يمر يلف يا كازادي. جول 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 كازادي جول كاسينغو جول ودادي جول كازادي جول كاسينغو جول فعلها كازادي. يا لك من اسماعيل ويا لك من حداد. اليوم اسماعيل يرسم طريق الفوز بنفسه. هو من عادل النتيجة وهو من كاد ان يضيف الهدف الثالث وهو من كان وراء المخالفة التي جاء من ورائها الهدف الثاني. واسماعيل الحداد بعرضه والاروع بالمسطرة 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 وضع لكازادي وكازادي بالراس في الشباك. هدف ثالث للوداد. كازادي للوداد وانا ودادي فلها كازادي. يا لها من كرة في منتهى الروعة والدقة مليمترية سنتيمترية وصلت على راس